بعد اذنكم نروح في السريع كده لقطر. من كام يوم يا ساده انتشرت صوره لرئيس الوزراء القطري الحالي، وده اثناء حضوره حفل زواج ابن الارهابي القاتل السفاح عبد الرحمن النعيمي. مين عبد الرحمن النعيمي يا ساده؟ عبد الرحمن النعيمي هو واحد من المنتمين الى جماعات ارهابيه الجنسيه قطري. حلو كده؟ ميت فل. تيجي تقولي لا انت تشوف ارهابي، احنا كقطر نشوف بمزاجنا. حاضر، انت كقطر تشوف بمزاجك، ميت فل. قطر حط عبد الرحمن النعيمي على قوائم الارهابيين، حلو، برضو ميت فل. فانت تيجي تحط فلان، حطيت يوسف على قوائم الارهابيين، هتحضر فرح بنته؟ حطت يوسف على قوائم الارهابيين، هتروح تجامل في فرح ابنه؟ فازاي تبقى انت حاطط عبد الرحمن النعيمي، قطر اللي حط، انسى مصر، انسى السعوديه، انسى الامارات، انسى البحرين، انسى احد، قطر اللي حط عبد الرحمن النعيمي على قائمه الارهابيين، لكن خدنا بعضنا ورحنا حضرنا الفرح. الصوره دي خلت عدد من رجال السياسه ورجال الدبلوماسيه في الدول العربيه يعلقوا عليها، وبيقولوا انها بتدل على استمرار الدعم القطري للارهاب. الدكتور انور قرقاش وزير الدوله للشؤون الخارجيه قال في سلسله من التغريدات على تويتر عن طريق حسابه الرسمي بطبيعه الحال ان حضور رئيس الوزراء القطري زواج ابن الارهابي ممول القاعده عبد الرحمن النعيمي وبوجود الاخير قوض جهود عشرات مكاتب المحاماه وشركات العلاقات العامه في واشنطن، كما اكد انه ازمه الدوحه اساسها دعم التطرف والارهاب. دكتور انور قرقاش بيكمل وبيقول لن تستطيع الدوحه الخروج من ازمتها عبر شركات العلاقات العامه وهدر اموالها وتلميع صورتها في المؤتمرات الدوليه، وعليها تغيير توجهها الداعم للتطرف والارهاب وزعزعه استقرار دول المنطقه. وبيتساءل الدكتور انور قرقاش وبيقول كيف يمكن لدولة تسعى لإقناع العواصم الغربية أنها نبذت ممارسات سابقة أو ممارساتها السابقة في دعم التطرف والإرهاب أن تسمح بالحضور الرسمي وبالاحتفاء العلني لشخص يتصدر قائمة الإرهابيين التي أصدرتها نفس ذات الدولة؟ وبيقول هناك أسئلة عديدة تشكك في مصداقية الخطاب القطري الموجهة لواشنطن والعواصم الغربية. حقيقي سؤال يجب أن يجاوب عليه النظام القطري، ليس فقط رئيس الوزراء في قطر. المسألة هنا قصر الحكم يجاوب عبد الرحمن النعيمي إرهابي؟ أيوة إرهابي، ده احنا حاطينه على قوائم الإرهاب. طب رايحين بتنقطوا في الفرح ليه؟ بس والله سؤال بسيط، انتوا اللي قلتوا إرهابي، قولوا لنا بقى كنتوا رايحين الفرح بتعملوا ايه؟